ندوزو دابا الكبسه. الكبسه واخا نحتاجو فيها 500 غرام ديال القطع ديال اللحم، ولا على حسب عدد افراد الاسره. بصله مقطعه على اربعه، بصله مشنفه، اربعه خيزويات محكوكين، حبه مطيشه واحده مقطعه صغيره، جوج معالق ديال مطيشه الحك، جوج فصوف ديال الثوم، وراق سيدنا موسى، جوج اعواد القرفه، وثلاثه الحبات ديال الهيل، وحبه من الليمون اليابس. انا استعملت غير قشور ليمونه باش كتعطينا اللي كيكون مكرم يابس. مكرم يعني نديرو حبه ولا نكتفيو غير بقشور ليمونه. شويه ديال الابزار، الخرقوم، الكمون، وشويه ديال القرنفل المدقوق، شويه ديال حبه الهيل تكون مدقوقه، زلافه صغيره ديال الزبيب يكون مفزق، شويه ديال الماء زهر، و500 غرام ديال الرز يكون ديجا منقوع في الماء، يكون مفزق في الماء، ونسلقوه. ندوزو للطريقه. تفضلي. نسلقو اللحم مع جوج يطرو الماء تقريبا، وهذيك البصله اللي مقطعه على اربعه، عواد ديال القرفه، وراق سيدنا موسى، وحبات ديال الهيل، نديروهم في الكوكوط ونسدو عليهم حتى كيتسلق لينا. كنزولو داك اللحم ديالنا وكنحتفظو به. بالنسبه للمرق راه ممكن نخليوه في المجمد، نستعملوه في الشربات. كنقليو البصله، هذيك البصله اللي مشنفه كنقليوها في واحد المقله مع شويه ديال الزيت حتى تتشحر لينا مزيان، كيولي اللون ديالها ذهبي. كنضيفوا ليها الثومه وخيزو محكوك، وكنبقاو نحركو من بعد كنضيفو مطيشه مره مره، كنحركو حتى كنحسو به بدا كيطيب شويه، كنضيفو مطيشه مقطعه صغيره ومطيشه الحك وقشور البرتقاله، كنحركهم نبقاو مره نحركهم مزيان حتى كنحسو بهم طابو. الرز كنكونو غسلناه بزاف د المرات، وكنكونو رطبناه في شويه ديال الماء سخون 10 دقائق وكنطلقوه. من بعد كنضيفو على هاد الخضره، على المطيشه والبصله وخيزو، كنضيفو الزبيب حتى هوايا، ونص كاس من هذاك المرق كنخليهم على النار حتى كيتشرب كيتشرب هذاك المرق. صافي كنوضعوه في طبق التقديم، كنوزعوا فوق منها القطع ديال اللحم، وكنرشوا باللوز مقلي ولا بالصنوبر، وكنزينوا بالمعدنوس من الفوق. إيه الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك حبيبة أم يحيى، مشكورة جدا على كل هذه الاقتراحات اللي وجدتينا اليوم، ولاباس عليك وشكرا. ما يكون بس عندك، شكرا. أكيد.